أنتقل الآن إلى السيد مالك الشريف الصحفي. مالك هو من كان يعني مطبوع اسمه على التسجيل، وأنه هو من قام بنشره. سيد مالك الشريف، أرحب بك في حصاد الأسبوع. مرحبا نبيل، كيف الحال؟ الله يسلمك. السيد مالك، هل أنت من قام بنشر فعلا هذا التسجيل، وكيف قمت بتسجيله، وهل أنت من قام بتسجيله فعلا أم أنه أعطي لك؟ أولا أنا من قام بنشر هذا التسجيل عبر صفحتي الشخصية وعبر صفحتي الشخصية على الفيسبوك، وأيضا على صفحتي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. أنا من قام بهذا النشر، ولست أنا من قام بتسجيل هذا التسجيل الصوتي. وهنا أؤكد على ما سبق وذكره في قناة العاصمة وذكر الآن، قال أنه تجسس على مكالمة هاتفية. التسجيل لم يكن عبر مكالمة هاتفية، التسجيل كان عبر مكالمة سكايب يقوم بها الجازوي والصبحي مع شخص يدعى عبد العظيم، وأنا لم أذكر اسم عبد العظيم محمد مرافق قناة الجزيرة نهائيا، سواء عبر صفحتي على الفيسبوك أو حتى في العنوان الرئيسي للتسجيل. أنا ذكرت برسميا وحرفيا على صفحتي في الفيسبوك، قلت مكالمة بين عضوين من الجماعة الليبية المقاتلة وشخص عراقي وسيط معهم بدولة قطر، أو لدولة قطر. ووردت كلمة قطر في داخل التسجيل. أيضا تحدث عن أيضا تحدثوا بعدة مواضيع، منها جمع سلاح لقمع حرس المنشآت النفطية، منها جمع سلاح لقمع الجيش الليبي في منطقة في مدينة بنغازي، أيضا للسيطرة على مطار بنينة. أيضا كانوا يحاولون أو تحدثوا، قال له لماذا الجماعة المقاتلة في طرابلس وعبد الحكيم بالهاج لم يقم بفعل شيء أمام قوات الصواعق والقعقاع. هذا ورد في التسجيل. لكن إذا تحدثنا رسميا عن الخبراء التسجيل وخبراء الصوت الذين يتحدثون يقولون أن هذه المكالمة مفبركة، أو هذه المكالمة تم التجسس عليها عبر مخابرات دولية طيب. وعبر دول العالم. المكالمة لم تكن عبر الهاتف الشخصي، المكالمة كانت عبر سكايب، والصوت سكايب عندما انقطعت المكالمة بينهم هم الاثنين، كان صوت قطع السكايب الذي يظهر في صوت بسيط او ايقونه بسيطه، ظهر هذا الصوت في التسجيل. التسجيل وارد من عن من 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 الجاز ومن طيب، لكن مالك تقول بانه ليست انت من قام بتسجيل يعني هذا الكلام، لكن لن اسالك عن هويه الشخص، لربما سوف تتحفظ ان سالتك. قلت لك ان التسجيل خرج من عند الجازو ومن عند اصبيحي، وقمت انا بنشره، وصل التسجيل منهم، فهم يبحثون عن من سرب التسجيل او من اوصل التسجيل. حينما تقول خرج من 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 الشخصين الليبيين، هل تقصد بانهم هما من قاما بالتسجيل ولكن لم يعتقدا مثلا ان يصل يعني الى يدين خارج يديهما؟ نعم نبيل، هم من قاموا بتسجيل هذه المكالمة. وهنا أؤكد لماذا هم من قاموا بتسجيل المكالمة، كان الصوت أعلى للجازوي ولأصبيحي، كان أعلى من الشخص العراقي الذي يدعى عبد العظيم، كان هو أعلى، هم أعلى صوتا منه، بحيث أن كان الجهاز أو الهاتف كانت المكالمة عبر سكايبي من التليفون، أو كانت سكايبي عبر السكايب عبر اللابتوب، فكان السبيكر الخارجي او السماعه الخارجيه كانت طيب. مفتوحه، ونقل الصوت كان خارجيا، فهذا بديهيا ولا تحتاج الى خبراء. طيب، اليك هذا السؤال. طيب، فهمني هذه النقطه مالك، ان يكون الصوت لكن اقوى او طيب اقرب. نعم، فهمنا هذه النقطة مالك، لكن إليك هذا السؤال. يعني شبكة الجزيرة من يعمل فيها المراسل الذي يعني ذكر اسمه في الأوساط الاجتماعية على شبكات التواصل الاجتماعي الإنترنت، يعني وإن كنت أنت لم تذكر اسمه، لكن في النهاية شبكة الجزيرة البارحة يعني قالت بأنها سوف تلاحق من نشر هذا الفيديو قانونيا. أنت حينما أتاك هذا الفيديو ولم تقم أنت بتسجيله كما تخبرنا، ألم تسأل نفسك هل هذا التسجيل صحيح أو غير صحيح قبل أن تقوم بنشره؟ نعم نبيل، هذا التسجيل صحيح وأنا متأكد منه صحيح، والأصوات معروفة، الشخصيات معروفة، الأسماء معروفة. ما ورد في هذا التسجيل أكده السيد سالم الآن بحديثه، عندما قال وردت مني بعض الكلمات وورد مني الحديث وتم تسجيل هذه المكالمة. فليسأل نفسه أصبيحي وليسأل نفسه الجزوي كيف خرج هذا التسجيل. أنا ذكرت في وقت سابق، قلت أنا مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم استدعاء الجماعة الليبية المقاتلة، وتم استدعاء جماعة الإخوان المسلمين، وتم استدعاء الشخص الذي يدعى عبد العظيم في التسجيل، وأيضا استدعاء الشخصين الذي ظهرا في التسجيل، وأيضا
تظهر كل التسجيلات يا نبيل، تظهر كل التسجيلات المتهمة في قضية نوري بوسمين، أيضا تظهر كل التسجيلات التي خرجت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق، سواء في قضية أكرم جنين عضو المؤتمر الوطني العام، أيضا التي ظهرت في مقاطع فيديو في تحقيق مع نوري بوسمين رئيس المؤتمر المنتهي ولايته، فلتظهر كل هذه وتتوجه أمام القضاء، من ثم سأتوجه أنا للقضاء وسأقوم بتسليم التسجيل الرسمي الذي هو عرض رسميا على صفحتي الشخصية، ليس مفبرك، لم يتم قطع أي جزء من هذا التسجيل، لم يتم تغيير الصوت ولا حتى تعديل أي شيء على هذا التسجيل، التسجيل موجود كما هو حرفيا. أنا وأكرر أيضا من جديد، لم أذكر نهائيا أن المكالمة أو عبد العظيم هو شخصيا نفسه مراسل قناة الجزيرة، ولكن بالليبي يا نبيل بالحاج صاحب الألا ينخذن مرافقة، هو طلع نساء على صفحته الشخصية وقال أنا وردت مكالمة عبر التواصل الاجتماعي، كنت أنا أحد أطرافها، هذا ورد على صفحتي التواصل الاجتماعي. أيضا وردت بعض التقارير لم أشاهدها على قناة الجزيرة أنها قالت أنها هناك مكالمات مجمعة وتم إدراج هذا الصوت، كل هذا ليس بعلاقتي، هناك قانون يختص بجلب كل هذه الشخصيات والتحقيق في هذا التسجيل، أما أن يأتون بنفي واضح وبشيء واضح أن هذه المكالمة ليس هي مكالمتهم، أنا سأكون أمام القضاء، ولكن كما سبق وذكرت فلتأتي كل مشاهد الفيديو وتأتي كل التسجيلات المتواجدة سواء عند المقاتلة سواء عند الأخوان سواء عند أي شخص يتورط في قضايا في الدولة الليبية وفي سمعة الدولة الليبية وفي سمعة الشرق الليبي فلتأتي أمام القضاء. طيب إليك هذان السؤالان الأخيران مالك. مالك، من المعروف يعني حتى من كتاباتك ومنشوراتك على مواقعك الرسمية، يعني أنت شخص تخاصم أو تعادي التيار الإسلام السياسي، يعني لماذا أليس من الوارد أن يقول أحدهم بأنه مالك الشريف العدو اللدود لهذا التوجه، قد يكون فبرك هذا الأمر أو أنه يعني يكيد المكائد لهذا التوجه، كيف ترد عليه؟ فليأتوا لي بدليل مخالف لهذه المكالمة أو لهذه التسجيلات التي نشرت، من ثم نتحدث في هذا الموضوع. طيب أخيرا مالك، حينما أتاك هذا التسجيل يعني ما الغرض لديك أو دوافعك من وراء نشره؟ لأنه قد يكون هناك تسجيلات كثيرة لدى الناس على آخرين لكن لا أحد ينشر، لربما أنت حينما نشرت هذا ما دوافعك، ما هدفك من وراء بث هذا التسجيل؟ أولا نبيل، أنت سألت سؤال جيد جدا عندما قلت أن هناك تسجيلات تحتويها بعض الشخصيات المتواجدة الآن لدي، وأنا طبعا ذكرت لك أنا عندما وصلني هذا التسجيل، وللعلم التسجيل السابق الذي نشر بخصوص قضية نوري بوسمين أنا من قمت بنشر هذا التسجيل ولم يقم به شخص آخر، مع العلم أن هناك شخصيات في ليبيا كالمقاتلة وكالإخوان تمتلك مقاطع فيديو تم التحقق على هذه المقاطع داخل مقراتهم وبحوزتهم هذه المقاطع ولم تخرج. هنا أوضح لك أنه هناك تفاوض على هذه المقاطع، هناك دفع أموال طائلة على هذه المقاطع يقوم بشرائها من شخص إلى شخص ومن جهة إلى جهة ومن حزب إلى حزب ومن آخر إلى آخر ومن كتلة إلى كتلة سواء داخل المؤتمر أو حتى في الحكومة. أنا عندما قمت بنشر التسجيل السابق قمت بنشره وقمت بكتابتها على صفحتي الشخصية وقمت بتوضيح واضح جدا جدا جدا، قلت لله ثم للوطن هذه التسجيلات ستنشر من دون أي تغيير ومن دون أي تزوير ومن دون أي شبكة. طيب مالك أخيرا، هل لديك تسجيلات أخرى؟ نبيل أعطي الفرصة. نبيل، خرج في هذا التسجيل إهانة للشرف الليبي، خرج في هذا التسجيل تعامل وتخابر واضح مع دولة قطر، أيضا خرج في هذا التسجيل تعامل واضح وعمالة واضحة ضد الجيش الليبي وضد حرس المنشآت الليبية وأيضا ضد الدولة الليبية بصفة عامة وحتى الشعب الليبي. ورد في هذا التسجيل هناك تحالفات أيضا سواء داخلية أو خارجية ضد الجيش الليبي وأيضا تفكير حتى في قمع والسيطرة على أموال الشعب الليبي من أجل صرف هذه الأموال على الجماعات المقاتلة أو الإخوان أو القاعدة أو كل الجماعات الإسلامية المتطرفة، ولا أنا أود أتحدث عن الجماعات الإسلامية كعدو للإسلام كما يصفني الغير، يقول أن هذا عدو للإسلام وهذا علماني وهذا وحديث الغير. طيب أخيرا مالك، هل لدى مالك الشريف أي تسجيلات أخرى؟ هو أصلا شخصية تابعة للتيار الإسلامي والحرب داخل التيارات الإسلامية في بعضها لبعضها. مالك أخيرا، هل لديك أي تسجيلات أخرى يمكن أن تنشرها مستقبلا؟ حتى الوقت الحالي يا نبيل لا أعلم هل كانت ستشرني تسجيلات أو أنا سأتحصل على تسجيلات، ولكن
هناك تسجيلات عدة وكثيرة جدا متواجدة في الدولة الليبية، سواء طيب بالتنصت، سواء بالاختراق، سواء بأي طريقة، سواء على الليبيان، على مدار، على فيسبوك، على حتى السكايب. كل هذه الشخصيات تقوم بالتسجيل، وتقوم بابتزاز بعضها البعض، الأحزاب والتيارات طيب سواء الإسلامية أو غير حتى الإسلامية، تقوم بشراء هذه التسجيلات وبإخفائها على الشعب الذي أنا أقوم بعرضها نبيل. وأنا لا أنا هنا لا أقوم بدور البطولة وبدور الشهرة، ولكن أنا طيب بالليبي لا ورايا لا قدامي. شكرا 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 جزيلا لك مالك الشريف، الصحفي من قام بنشر هذا التسجيل المثير للجدل، ليس في طبيعته فقط وإنما في المواضيع التي ترد فيه.